إذا تسألوني متى تنتهي كورونا، أنا أقول لكم ما راح تنتهي ولا بعد 5 سنوات، لأن إحنا أصلاً التركيبة السكانية بكبرها غلط. شعب مليون، ديرة صغيرة مقابلهم 5 مليون. إحنا المفروض نحتفظ بالكفاءات الجيدة، هذا اللي تنفعنا وتعمر بلدنا، وعندنا عمالة سائبة فوق المليون، هذول المفروض بسرعة نتخلص منهم، لأن هذول عبء علينا وعلى العمالة الزينة اللي عندنا، عبء اقتصادي ومادي وعندك صحي وحتى تلوثي صراحة. فإحنا لازم نحتفظ بالعمالة الزينة ونتخلص من السيئة، لأن هذول يعاونونا الزينين. شلون بتعمروا الغزو ما علمكم؟ تعلموا من هالفرصة هذه الذهبية الحين عشان تعمرون بلدكم وتحافظون عليها، الناس تستورد أحسن العمالة، وإحنا نجيب بعض الحرامية طرارين نترس فيها السجون بما الله.